مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من كلام في الميديا. حلقة هتكون مهمة كالعادة، مليئة بالأخبار المحلية والعالمية وكمان كل ما هو جديد يخص نادينا الحبيب النادي الأهلي. الجزء الثاني من حلقة النهاردة هينورني ويشرفني في الاستوديو الأستاذ محمد الدرديري رئيس القسم الرياضي بوكالة أنباء الشرق الأوسط، هيكون معانا ونتكلم في ملفات كتيرة جدا. عارف أن حضراتكم دايما بتبقوا متعودين أن يوم الخميس بيبقى معانا الأستاذ محمد الأوسي، لكن الظروف خارجة عن الإرادة خاصة به، هو اعتذر عن حلقة اليوم، بالتالي الأستاذ محمد الدرديري هو اللي هيكون معانا في حلقة النهاردة، وهنتكلم باستفاضة في كل الملفات بشكل صريح جدا جدا جدا. قبل ما نستفيض في الحديث كالعادة خلينا نروح نشوف أهم وأبرز عناوين حلقة النهاردة، يلا بينا. الأهلي يواصل استعداداته لمواجهة كانو سبورت بدوري الأبطال. الأهلي يواجه بطل غينيا الاستوائية 14 سبتمبر المقبل. أزارو يعود للقاهرة بعد فترة التوقف الدولي. رامي ربيعة يغيب عن الأهلي أسبوعين. 13 قرارا جديدا لمجلس الجبلية. اتحاد الكرة يغلق باب قيد القوائم الأولية للأندية اليوم. صراع تركي على ضم النني. طيب في اخبار كتيره جدا، بالتحديد قبل ما نخش في العناوين المهمه في حلقه النهارده والكلام اللي اتكتب عن النادي الاهلي في سواء في الصحف او في المواقع. امبارح كان في اجتماع تاني للجنه الخماسيه اللي بتدير الاتحاد المصري لكره القدم خلال الفتره الحاليه من لحد سنه قدام تقريبا، بالتالي كان اجتماع مهم نتج عنه بعض القرارات، حوالي 13 قرار نتج عن هذا الاجتماع. هتكلم في أهم هذه القرارات، حوالي 6 قرارات هنتكلم فيهم. تكليف كابتن محمد فضل وكابتن أحمد عبد الله عضوي المجلس بإعداد تصور عن الاستعداد لتنظيم مصر لبطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة في نوفمبر المقبل، والهيكل التنظيمي المقترح للجنة المنظمة. ده قرار جيد وكويس وطبيعي. بالمناسبة في بعض القرارات الإيجابية وبعض القرارات اللي أنا مستغربها شوية، أو أكيد حضراتكم كمان مستغربينها بشكل كبير. من ضمن برضو القرارات تأجيل البت في العرض المقدم للمنتخب الوطني الأول بأداء مباراة ودية مع منتخب البرازيل بالإمارات خلال شهر أكتوبر المقبل لحين تعيين الجهاز الفني الجديد. طيب حتة تعيين الجهاز الفني الجديد، الموقف في الاتحاد المصري لكرة القدم مختلف شوية. إحنا مستقرين على إنه مدير فني وطني، الأسماء المرشحة معروفة، فبالتالي اكيد خلال الفتره اللي جايه، وبصراحه يعني موضوع الملف بتاع المدرب ده مش بيبقى سهل خالص، كل واحد بيبقى ليه راي، كل واحد بيبقى ليه وجهه نظر معينه، ممكن يقنعك النهارده بكره تقتنع بوجهه نظر اخرى في اتجاه سي في معين، فطبيعي ان الموضوع ياخد وقت لانه بيبقى قرار مصيري بمستقبل منتخب مصر، وبالمناسبه مصيري ايضا بمستقبل الانديه لما تكون بتتفاوض مع مدير فني، وهنتكلم في الامور دي لاحقا يعني على مدار الحلقه. فبالتالي في عرض مباراه مع البرازيل في الامارات، فهيتم البت بخصوص هذا العرض خلال الفتره اللي جايه بعد تعيين الجهاز الفني الجديد، واعتقد انهم اقتربوا من تعيين الجهاز الفني الجديد. الجزئيه بقى اللي انا شايفها مهمه بالتحديد يعني، وهو فيما يتعلق بتعيين جمال الغندور، كابتن جمال الغندور رئيس لجنة الحكام، على أن يقوم بالتشكيل المقترح للجنة وعرضها على مجلس الإدارة في اجتماعه المقبل. بالتالي تم توجيه الشكر للكابتن سمير محمود عثمان اللي في الحقيقة ما لحقش خالص، الراجل بقى له 10 أيام، وحاجة غريبة برضو إن هو يكون متواجد، ما تمش يعني اختباره في بعض القرارات أو ما تمش معرفة قدراته كرئيس لجنة الحكام يعني وتقييمه، صعب جدا في 10 ايام. لكن عموما في كل الاحوال هم اختاروا الكابتن جمال الغندور، واحنا بندعم اتحاد الكره وبنسنده بكل تاكيد، الناس اللي بتشتغل دلوقتي بنسندهم، وهم ادرى بقراراتهم وادرى بكل ما هو في صالح الكره المصريه. لكن نرجو من الكابتن جمال الغندور بقى
احنا طلبنا الفترة اللي فاتت من كابتن سمير محمود عثمان في العشر ايام دول ان هو يركز في كيفية تطوير المستوى التحكيمي المصري. ماشي، احنا طلبنا من كابتن محمود عثمان، دلوقتي نطلب من كابتن جمال الغندور اللي جه مكانه. ماشي، المهم حد بس يستقر لفتره طويله وحد يكون مميز ومناسب ويقدر يعالج اخطاء الحكام. هتعالج ازاي اخطاء الحكام؟ بالتطوير تاني بقى، عشان ممكن يكون اللي قبل كده ما سمعش الكلام يعني. لكن تطوير اداء الحكام ده محتاج امور كتيره قوي قوي قوي، ومحتاج اليات لازم يتم اتباعها من قبل لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، لأن في الحقيقة المستوى الخاص بالحكام المصريين سيء، وده شيء لا يخفى عن أحد يعني. على مدار مباريات كتيرة امبارح وقبل كده مباريات كتيرة جدا فيها أخطاء كتير للحكام المصريين، واضح إن الأزمة أزمة إمكانيات. أزمة إمكانيات، طبعا إحنا ما بنشككش في ذمة حد خالص، الحكام المصريين عندنا يعني من ناحيه الزمم لا في نزاهه كبيره جدا طبعا، الموضوع ده ارميه كده على جنب خالص يعني. لكن احنا بنتكلم على امكانيات فنيه، امكانيات فنيه ضعيفه. ضعيفه، امكانيات فنيه في الحكام عندنا في مصر ضعيفه جدا. فان شاء الله نتمنى من الكابتن جمال الغندور ان هو يتم من خلاله تطوير هذه الجزئيه، لكن لان دي اهم جزئيه في الحقيقه في الكره المصريه خلال الفتره الحاليه. نروح ل قرار اخر من ضمن القرارات، وهو تكوين لجنه الانضباط برئاسه احد رجال القانون، وده مهم عشان يبقى في انضباط خلال الفتره اللي جايه لضمان النزاهه والشفافيه وتطبيق العداله على الجميع وعوده الانضباط للملاعب المصريه، ده شيء غايه في الاهميه، نتمنى ان ده يحصل. كمان ده اهم بقى قرار، البدء فورا في مناقشه العروض المقدمه لتطبيق تقنيه حكم الفيديو واجراءات الحصول على التراخيص اللازمه من مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم إيفاب اللي هو مسؤول عن تطوير اللعبة، وكذلك تدريب الحكام استعدادا لتطبيقها في أقرب وقت ممكن. عجبني القرار ده، هم عرفوا الأزمة في موضوع التحكيم وأيقنوا أن لازم يكون في فار في مصر، لازم. في دول تانية مش لازم لأن مستوى الحكام عندهم كويس، لكن احنا عشان مستوى الحكام عندنا سيء فلازم يبقى عندنا فار في مصر. فكويس، هم ابتدوا ياخدوا خطوة، اللي قبل كده ما كانوش بياخدوا خطوات، اللي قبل كده كانوا بيتكلموا بس، كانوا بيوعدوا بس، لكن ما نفذوش حاجه اطلاقا يعني. فكويس ان هم هياخدوا خطوه في موضوع الفار ده، وهنتابع القصه دي لحد ان شاء الله باذن الله ما يتطبق الفار في مصر، لان ده شيء مهم. والاهم كمان تدريب الحكام على كيفيه استخدام الفار، عندنا حكمين ثلاثه اللي يعرفوا بس في الموضوع ده، او اللي هم استخدموه وجربوه يعني، سواء في بطوله دوري ابطال افريقيا وكمان في بطوله الامم الافريقيه في مصر يعني. من ضمن كمان القرارات المهمة تشكيل لجنة للتفتيش على الاستادات والملاعب ومتابعة حالتها برئاسة الدكتور أحمد عبد الله عضو مجلس الإدارة، وده شيء مميز جدا ومهم قوي قوي. ليه؟ لأن دايما مع اختلاف الفصول أثناء الدوري يعني، أنت في صيف بتلاقي الملعب كويس شوية، تيجي على الشتاء تلاقي الملعب ضايع زي كده. فاكرين ماتش الأهلي والزمالك في الدور الأول مع نهاية الدور الأول، واستاد الجيش ببرج العرب كان حاجة صعبة جدا يعني. فمهم قوي إن يكون في لجنة بتتابع أعمال الصيانة والملاعب والارضيه شكلها عامل ازاي، الامور ماشيه ازاي، ده شيء مهم عشان نتمتع اكتر بالكره في مصر، لان عندنا فنيات كويسه عند اللاعبين، محتاجين بس ملاعب مناسبه، وهنتمتع اكيد بكل المباريات. فدي لجنه مهمه للتفتيش على الاستادات، ان شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق. في طبعا بعض القرارات الاخرى، لكن اكيد نتمنى لهم كل التوفيق في كل هذه القرارات اللي هم اتكلموا فيها. بس بالمناسبه بقى، هو درع الدوري فين؟ هو الاهلي هيستلم درع الدوري امتى؟ الاهلي بقاله شهر هو بقى واخد درع الدوري، واخد بطوله الدوري، بطوله غاليه ومهمه قوي. سيبك بقى ان هي غاليه ومهمه، لكن احنا ما احتفلناش بالبطوله. انتوا قلتوا لنا يا جماعه ان هيبقى في احتفال في احدى الفنادق في مصر عشان او في القاهره، عشان هيبقى في توزيع للجوائز وهيتم تسليم النادي الاهلي درع بطوله الدوري. لحد دلوقتي ما حصلش، ولحد الفتره الجايه احنا عندنا خلاص الموسم هيبتدي، فالموقف ايه؟ حد يقول لنا يعني. في الاجتماع ما تطرقوش للجزئيه دي خالص، احنا كده ناقصنا بطوله، احنا عندنا 40 ناقص لنا واحده، فعايزينها بصراحه مش مستغنين عنها، الدرع عايزينه مش مستغنين عنه بصراحه، النادي الاهلي مش مستغني عنه يعني. فمش عارف هيعملوا ايه في الموضوع ده، هنشوف يعني خلال الفتره اللي جايه، ونتمنى تسليم النادي الاهلي لدرع الدوري رقم 41 وهذه البطوله الغاليه جدا والمفضله بكل تاكيد لجماهيره. وفي المقابل سريعا قبل ما اخش في ابرز الامور الخاصه بالنادي الاهلي،
نتائج مصر في دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب لحد امبارح بالليل 179 ميدالية متنوعة، حاجة مميزة جدا جدا، وبنتصدر الترتيب بينهم 59 ميدالية ذهبية، 74 ميدالية فضية، 46 ميدالية برونزية. النهاردة حققنا بعض الميداليات الأخرى. الرياضة على فكرة في مصر مميزة سواء على المستوى الفردي أو المستوى الجماعي، فيما عدا كرة القدم عشان يبقى كلامنا واضح، فيما عدا كرة القدم، لكن عندنا أبطال في كل حاجة، في كل الألعاب في مصر. الكرة بس اللي عايزة اهتمام مناسب، وهيبقى فيه اهتمام مؤكد خلال الفترة اللي جاية بالكرة، بالرياضة بشكل عام وبالكرة بشكل خاص، لأن هي الوسيلة أو اللعبة الوحيدة اللي بتسعد كل الشعب المصري، أو اللي عندها أو ليها أكبر قدر ممكن من الاهتمام عند الشعب المصري يعني. فعموما كل الألعاب التانية ماشية بشكل كويس. سارة سمير النهاردة قدرت إن هي تحقق 3 ذهب ما شاء الله عليها، خطف والكلين والمجموع كله الوزن 76 كيلوغرام، الخطف والكلين والمجموع الوزن 76 كيلوغرام، طبعا ربعة مميزة جدا. سارة سمير بطلة أولمبية يعني. محمد صفوت جاب لنا ذهبية في التنس، فبالتالي هيتأهل لأولمبياد طوكيو، ده شيء كويس. ميار شريف هتحقق أو حققت ذهبية التنس الأرضي في الألعاب الأفريقية. عبد الرحمن عرابي يتوج بذهبية الملاكمة 81 كيلوغرام، منتخب الكانوي والكايك يحقق في الفضيتين والبرونزيتين بالألعاب. نتكلم على استعدادات الفريق لمباراة كانو سبورت اللي تم تحديد موعدها بشكل نهائي خلاص يوم 14/9، مباراة الذهاب هناك في غينيا الاستوائية، والنادي الأهلي بيستعد خلال هذه الفترة لهذه المباراة الهامة في دور 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا. كابتن محمد يوسف هو القائم بأعمال المدير الفني حتى الإعلان عن المدير الفني الجديد. نروح للأخبار المسائي. الأخبار المسائية بتتكلم تقول إن القرار الحاسم، الأهلي يضع التفاصيل النهائية للمدرب المنتظر ويفسد مخطط مارسيلو. نتكلم شوية على موضوع المدرب، هانت إن شاء الله. موضوع المدرب موضوع مش سهل، مش سهل، طبيعي إن يبقى فيه مفاوضات ممكن توصل لمراحل متقدمة وتقف عند هذه المراحل المتقدمة، وممكن ترجع تبتدي من الأول. الموضوع مش سهل يا جماعة خالص. مفاوضات مع مدرب كويس محترم، وده اللي بإذن الله مؤكد إن شاء الله هيكون في مدرب محترم ومناسب تمام محدش يعرفه بالمناسبة. فبالتالي المفاوضات بتاخد وقت، الاستقرار على اسم معين بياخد وقت، لأن أنت بتحدد مصير فريق على مدار فترة جاية. عايز تجيب مدرب يقدر يدير الأمور الفنية الخاصة بالفريق بشكل مميز، ف مش بيخلص الموضوع في يوم وليله ولا في ايام قليله، لا بياخد وقته. وانا اللي عاجبني في مجلس الاداره او عاجبني بصراحه في المسؤولين عن هذا الملف في النادي الاهلي ان هم واخدين راحتهم شويه في حسم هذا الامر عشان يقدروا في الاخر ان هم يجيبوا مدير فني محترم يليق بالنادي الاهلي وطموحاته وطموحات جماهيره. عايز اروح لفاصل سريع، بعد الفاصل عندنا تعليق اكتر على بعض الاخبار، يلا بينا. طيب نرجع نعلق على بعض الأخبار اللي بتتكلم على النادي الأهلي بالتحديد في الصحف. نبتدي بالمسا. المسا بتتكلم بتقول إن في مفاجآت الساعات الأخيرة أزارو باقم في الأهلي، وده احنا أكدناه على حضراتكم من كام يوم كده سابقين، من أول أسبوع يعني، في عز ما الناس كانت بتتكلم على إن أزارو هيمشي وإن في مهاجم أجنبي مكانه وكلام من ده. أجاهي يرحل، الكلام ده أنا مش عارف هم جابوه منين، مع احترامنا ليهم طبعا، بس أنا مش عارف هم جابوه منين. أجاهي موجود ولاعب مميز، وبعدين هو على فكرة المدير الفني الجديد هو اللي هيجي يشوف هو محتاج مين ومش محتاج مين، واللعيب اللي هيعتمد عليه واللعيب اللي مش هيعتمد عليه، كل ده خاص بالمدير الفني الأجنبي الجديد يعني. الكلام ده سابق لأوانه بشكل كبير. أجاي مكمل، لاعب مقيد محليا وأفريقيا، لاعب مميز جدا برضه، تاني هنعيد ما عندناش مشكلة، ما عندناش مشكلة نعيد، لعيب مميز، ومفيش لعيب بيفضل مستواه ثابت على طول أو بيفضل مستواه قليل على طول، لازم بيجي مراحل فيها دروبات عادي. فأجاي كلنا عارفين إمكانياته، كل الأهلاوية عارفين إمكانياته كويس جدا، إن شاء الله الفترة الجاية يبقى أحسن من كده. أجاي وأزارو في الحقيقة الاثنين لو جابوا مستواهم هيفرقوا مع النادي الأهلي بشكل كبير جدا. بالمناسبة إحنا عندنا 26 لعيب أكثر من رائعين بصراحة، هيبقى في حيرة كبيرة عند المدير الفني الجديد يعني. تدريبات تأهيلية رمضان وإكرامي وعمار ومحمود استعدادا لإفريقيا،
طبعا من ضمن الاخبار المهمه جدا عوده محمد محمود قريبا جدا جدا للمشاركه في التدريبات الجماعيه. عمار حمدي لعيب كويس طبعا وموجود، وعلى فكره عمار حمدي مقيد تحت السن، مواليد 99، عشان بعض ممكن يقول لك طب ما عمار كده هياخد مكان من القائمه، لا عمار مقيد تحت السن. اكرامي اعتقد بكره او بعده هيشارك في التدريبات الجماعيه، الكلام ده هنتاكد منه بشكل كبير يعني خلال المداخله القادمه مع مراسل قناه الاهلي هناك في التتش. نروح للجمهوريه، وده بقى الكلام الحلو، بيقول لك ايه؟ ثلاثة نجوم جاهزون في كل مركز. هنروح للجمهورية يا جماعة ولا ايه؟ طب عقبال ما تيجي الجمهورية. جت؟ طب يلا. الجمهورية بتقول ثلاثة نجوم جاهزون في كل مركز، تحديات داخل الأهلي تنتظر المدرب الجديد. هو بقى ده الكلام الإيجابي. كلام بيحلل بشكل أو بآخر قائمة الفريق. صح كده زي ما هو مكتوب، قائمة الفريق مليئة بالنجوم، وكمان كل مركز فيه 2-3 أحسن من بعض، وده اللي هيخلي المدير الفني الجديد لما يشوف إمكانيات اللعيبة مين اللي هيحتار مين يلعب مين فيهم. بصراحة عندنا قائمة كويسة، وجريدة الجمهورية كمان بتتكلم في الجزئية دي، وإن عندنا عدد كبير جدا من اللاعبين الجاهزين في كل مركز. فبالتالي كمان مع عودة بعض المصابين، سعد سمير راجع، عندك محمد محمود راجع، كريم نيدفيد ان شاء الله بعديهم، رامي ربيعه بسيطه الموضوع الحمد لله بسيط، عندك شيف اكرامي هتبقى منافسه قويه طبعا مع الشناوي وعلي لطفي. يعني كل مركز بصراحه فيه لاعبين مميزين قوي ينفعوا يكونوا موجودين في النادي الاهلي بصراحه. يعني نروح لمجله الاهلي اللي بتتكلم على عوده ربيعه، هتكون من خلال 10 ايام تاهيل، ورامي ربيعه الاصابه بسيطه الحمد لله، شد خفيف في العضله الخلفيه، 10 ايام تاهيل كده وبعد كده يخش تدريجيا في التدريبات الجماعيه بشكل سريع، يعني ان شاء الله الموضوع مش هيتاخر والحاله كويسه جدا يعني، وان شاء الله هيشفى بسرعه رامي ربيعه احد اللاعبين المميزين جدا في صفوف النادي الاهلي. الوفد بتتكلم عن تاجيل قيد كريم نيدفيد الى يناير، واتكلمنا في الجزئيه دي بتحديد سابقا، احنا يعني لسه مش عارفين كريم نيدفيد ممكن يرجع قد ايه، يقال انه خلال شهر بالكثير ممكن يرجع، بالتالي هيكون الموضوع صعب شويه ان انت تأيده، لان انت مش هتلحق تستفاد بيه، لان هو لما يشفى من الاصابه هيخش فيه برامج تاهيليه وبدنيه وكلام من ده، فهياخد وقت. هنروح او نكمل. الاهلي يفسد مخطط حسين السيد. ايه هو مخطط حسين السيد؟ مخطط حسين السيد ممكن يقول لك ايه، البعض يقول لك اصل هو كان رايح الزمالك، اصل هو كان بيماطل مع الاهلي عشان عايز يمشي يروح الزمالك فري وكلام من ده. حسين السيد ابن من ابناء النادي الاهلي المخلصين جدا، ولعيب لو تفتكروا كده لما كان في المقصه كان في صراع كبير قوي عليه، نادي الزمالك كان متمسك بيه قوي عشان يجيبه ويضم لصفوفه، واللاعب فضل انه يروح للنادي اللي هو بينتمي ليه واللي بيحبه واللي بيعشقه واللي اتربى جواه، حسين السيد. فحسين السيد وارد انه ممكن يكون حد اتكلم معاه تعالى احنا نفسنا ان انت تكون موجود، لعيب عنده قدرات عاليه قوي يعني، لكن النهايه ايه اللي حصل؟ حسين السيد موجود في النادي الاهلي وتم قيده محليا طبقا لتصريحات الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره، لكن ما فيش مخطط ولا حاجه يعني. ويوافق على اعاره باسم علي، خلاص انتقل لفريق الجونه بعد ما جدد عقده لمده 3 سنوات، وانتقل الاعاره لمده موسم، وان شاء الله بعدها يعود للنادي الاهلي، لعيب مميز قوي، الاصابات عطلته شويه باسم، لكن ظهير ايمن اكثر من رائع في الحقيقه يعني. نروح للشروق. الاهلي يدرس خوض وديتين قبل السفر الى غينيا، وده وارد بنسبه كبيره عشان المدير الفني الجديد لما يجي باذن الله يتم النظر ومراقبه وتقييم بعض اللاعبين من خلال هذه المباريات الوديه، وطبعا هيساعده الجهاز المعاون اللي ممكن يكون يديله تقرير او ممكن يكون في تقرير سابق على حسب مين لسه اللي هيجي في الجهاز المعاون، كل ده احنا لسه ما نعرفوش. كده حسين السيد في القايمه اتكلمنا فيها، ربيعه يعود ان شاء الله بعد اسبوعين، يعني من 10 ايام لاسبوعين، ومؤمن في المانيا الاسبوع المقبل، احنا عارفين تفاصيل موضوع مؤمن ان شاء الله نتمنى له الشفاء والعوده سريعا. الدستور بقى بتقول ان كان في ثوره من ياسر ابراهيم وتم اخمادها، ومعسكر اعداد قبل مواجهه كانو سبورت. ما فيش موضوع ياسر ابراهيم ده مش حقيقي اطلاقا اطلاقا، اللاعب ملتزم جدا ولاعب خلوق ومميز في الحقيقه، وعارف دوره كويس، وقت ما يطلب منه انه يشارك اساسي هيشارك، وقت ما يطلب منه انه يكون متواجد على دكه البدلاء بيكون موجود، لعيب كويس وبالمناسبه مدافع مهم قوي يعني. ياسر ابراهيم مفيش ثوره ولا حاجه يعني، دايما زي ما بقول لحضراتكم طبعا مفيش ماتشات بيبقى الكلام كتير على بعض اللاعبين، ونحاول ان احنا نطلع بعض الاخبار نتكلم نكتب شويه كلام من ده،
وحق، بص حق من الاخر يعني، حق كل صحفي ان هو يجتهد وان هو يحاول يوصل لسبق او يوصل لخبر. هي الشغل الشغلانه دي كده يعني، حقهم كل احترام وتقدير ليهم بالمناسبه يعني. لكن في نفس الوقت في اخبار ساعات ما بتبقاش حقيقيه، فلازم ان احنا نرد ونقول لحضراتكم ان هي اخبار غير حقيقيه. معسكر اعداد قبل مواجهه كانو سبورت مش عارفين لسه، الموضوع ده لسه ما اتحسمش لان لسه ما يجي المدير الفني هنشوف الامور ايه. بيتطرقوا برضو ان الاهلي بيقطع الطريق على الزمالك في ضم مارسيلو، اتكلمنا وعلقنا الموضوع ده وجدد لباسم وبعد كده طلع اعاره خلاص ويرفض رحيل ازارو، ازارو لاعب مهم ومكمل في النادي الاهلي. اليوم السابع الاهلي يهدد صالح جمعه بالغرامات والدكه بسبب السهر، علقت خلاص على القصه دي. الوفد الاهلاوي يقترب من التعاقد مع مدرب اجنبي ان شاء الله باذن الله. تمديد عقد باسم علي 3 مواسم قلناها. الزمالك يجبر الاحمر، يعني العناوين تعتبر متشابهه شويه. الاخبار بتتكلم عن صالح جمعه، سهر الليالي ممنوع في الاهلي. لو يا جماعه في مشكله عند صالح جمعه تاكدوا، لو في عدم التزام من الاخر كده تاكدوا ان النادي الاهلي هيعاقب. من اكتر اللعيبه اللي اتعاقبت قبل كده زمان، انا بتكلم في الماضي، كان صالح جمعه، والاهلي ما بيهزرش. الراجل لو غلط هيتعاقب، لكن هو لحد دلوقتي الراجل ملتزم. ليه بنحاول نهبط من لعيبتنا معنويا يعني؟ الراجل تمام والدنيا تمام، مفيش اي عقوبات ولا اي ازمات حتى هذه اللحظه يعني، وان شاء الله يفضل زي ما هو كده ملتزم باذن الله. نمتلك 26 لعيبه. من تصريحات الكابتن محمد يوسف بيرد يعني، بيقول ان العين الحمراء هتظهر في الوقت المناسب او في وقتها يعني لما يكون في ازمه، وان مفيش ازمات مع صالح جمعه. اهو الكابتن محمد يوسف يعني بنفسه بيقول. ونمتلك 26 لاعبا متميزا، ودي حقيقه عندنا 26 لاعب كويسين جدا. نروح للمصري اليوم. الاهلي يحسم مصير يوسف بعد اختيار المدرب الاجنبي، طبيعي وبديهي جدا يعني، ما ينفعش يتم حسم مصير الجهاز المعاون قبل ما تجيب المدير الفني اللي هيبقى على راس الجهاز اصلا يعني. لكن وارد الكابتن محمد يوسف يكمل، وارد ان هو ما يكملش، كل دي امور خاصه بالمسؤولين في النادي الاهلي. شرط جزائي يمنع انضمام عماد النحاس للجهاز المعاون، ده ممكن يكون عشان في شرط جزائي، لكن حتى لو النادي الاهلي يحتاج الكابتن عماد النحاس ما اعتقدش ان ممكن يكون شرط جزائي عائق يعني، لكن ده استنتاج اجتهاد عادي. باسم يفاضل بين 3 عروض، ده خلاص باسم راح الجونه. تجهيز شريف اكرامي للتدريبات الجماعيه، خلاص شريف اكرامي هيدخل التدريبات الجماعيه خلال الفتره الجايه. طيب دي اخبار الاهلي في الصحف، اخبار الاهلي في المواقع ايه؟ نروح نشوف. الاهلي واصل تدريباته استعدادا لمعركه بطل غينيا بدوري ابطال افريقيا. كوره، كانو سبورت يحدد موعد مباراته مع الاهلي. الكابتن، لجنه التخطيط توافق على معسكر اعداد جديد للاهلي. اليوم السابع، القيعي يبدا جوله مفاوضات خارجيه مع المهاجم الافريقي اليوم. الله اعلم. فيتو، ازارو يعود الى القاهره 11 سبتمبر. صدى البلد قبل غلق القيد، لعبه القط والفار بين مارسيلو وازارو والاهلي. ماشي. الفجر الرياضي، عبد الحفيظ يكشف مده غياب رامي ربيعه عن الاهلي بسبب الاصابه. الوطن سبورت، الاهلي يفتح ملف التجديد لسليمان ويرفض حل ازمه كولوبالي بالتقسيط. وان سري، رسميا باسم علي ينضم للجونه. البوابه سبورت، رسميا ظهير ايسر الاهلي ينتقل للجونه. الموقع الرسمي للنادي الاهلي، اولى ليندجرين، نستعد بقوه لبدايه دوري اليد. نروح لمداخلة مهمة مع زميلنا العزيز شريف شعبان، واللي متواجد في استاد مختار التتش لمتابعة مران النادي اللي في إطار الاستعداد لدور 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا. يا شريف مساء الخير عليك. عليك زميلي أمير، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي قناة العزيز في كل مكان. طمنا على الفريق يا شريف واستعداداته للمرحلة المقبلة.
خليني اقول لك ان التمرين بدا في الخامسه مساء. طبعا انتظرنا ان مباراه بطل غينيا كان سبور اللي اتحدد بشكل مبدئي يوم 14 سبتمبر المقبل باذن الله. بدا التمرين بتسخين ثم تدريبات بدنيه ثم دوائر الكره، والان يمكن في اخر مرحله في التمرين تقسيمه في وسط الملعب بيتعلق فيها امين ديانج لاعب وسط الملعب، بيتعلق فيها وليد سليمان، بيتعلق فيها حسين الشحات عامل نار تمرينه ملفت النظر جدا، مروان محسن يعني لعيبه كثيره جدا لفت النظر في التمرين، صلاح محسن لعيبه كثيره لفت النظر في التمرين النهارده، كل اللي تابع للتمرين لافت نظر هؤلاء اللاعبين. خليني اقول لك على الجانب الاخر، يمكن كان في جلسه مع مدير الكره كابتن عبد الحفيظ مع اللاعب عمار حمدي، كان جلسه كانت حوالي خمس دقائق في ارض الملعب. الخبر المفرح لجماهير النادي الاهلي طبعا رمضان صبحي كان بيعاني من اجهاد عام وما كانش بينزل التمرين الفتره الاخيره، النهارده رمضان بيشارك في اول التمرين ليه ناحيه التمرين اهو ما شاء الله ظاهر بشكل مشرف جدا. مروان نزل امبارح في اخر فتره في التمرين ابتدى بيعتزم في التمرينات مروان محسن ورمضان صبحي. الباقيين اللي النهارده صالح جمعه النهارده ما جاش التمرين، سالت الدكتور خالد محمود قال امبارح حاسس في اخر التمرين بتقل شويه وخوف عليه عشان ما يتصابش، النهارده عملنا له برنامج النهارده وبكره في اجازه ما فيش بكره تمرين، فاول سبت باذن الله هيشارك في التمرين بصفه منتظمه. على الجانب الاخر سعد سمير محمد محمود رامي ربيعه باسم علي حسين السيد بيجروا تمرينات تاهيليه، وحراسه المرمى كابتن طارق سليمان مع شريف اكرمي من امل التمرين بساعه، شريف خلاص بيقترب في وصول الحمل بدل بتاعه ليه بقرارات الشناوي وعلي لطفي، يمكن الشناوي تمرينه ولا اروع ولا اقوى، لطفي تمرينه ولا اروع ولا اقوى، مصطفى شوبير اتبع دلوقتي تعليمات على طول مستمره، يمكن شايف جلسه امامي دلوقتي كابتن طارق سليمان ومصطفى شوبير يمكن بقى لهم نص ساعه، كابتن طارق حريص يديله تعليمات، حريص يديله جمل ينفذها في التمرين، صراحه ما شاء الله مصطفى بيأدي كل النصائح اللي بيديها له الكابتن طارق سليمان. التمرين مستمر من الخامسه داخلين على الساعه السابعه الا كده، التمرين ما زال مستمر بيتكلم حوالي 10 دقائق ويكون التمرين انتهى، ببشرك وبشر جماهير النادي الاهلي الكل هنا مركز، الكل بيشتغل، الكل بيشغل نفسه باي حاجه خارجيه خالص، التركيز واحد فقط، التركيز في مباراه مقبله مع كان سبورت بطل دنيا باذن الله يا رب يكون التوفيق حليف النادي الاهلي باذن الله. موعد انضمام اجاييه اتحدد ولا لسه؟ اجاييه انا سالت طبعا اجاييه واحد اجازه وغالبا المفروض بينزل يوم السبت لان بكره اجازه زي ما قلت لك بكره مفيش تمرين. ازارو وجيراردو طبعا مع منتخبات بلادهم ده الموقف طبعا ديانج في التمرين، لكن الموقف الثلاثي اللي قلت لك عليهم وعلي معلول طبعا موجود في التمرين وبيتالق كمان. باسم علي بيتمرن ها عندك؟ باسم علي بس اخر تدريباته يعني لان باسم علي بقاله يومين كان شاغل نفسه وكان قاعد فما كانش بيتمرن، فامبارح معمول له يعني حاجه زي تاهيليه امبارح بيأديها والنهارده بيأديها، وانا شايف امام الملعب يمكن عاملين طايره بين محمد محمود فؤاد سمير بين السيد باسم علي ان خلاص في اخر مرحله من التاهيل حتى داخل معاهم فيها مدير الكره الكابتن عبد الحفيظ ما شاء الله نمسك الخشب يعني لو رجع يلعب مش هتلاقي فرق سيد محافظ على وزنه ان شاء الله. لكن يا شريف باسم المفروض ان هو خلاص يعني شبه انتقل للجونه ولا الموضوع لسه فيه كلام؟ لان معايا اخبار بتقول ان هو خلاص انتقل للجونه على سبيل الاعاره يعني. هو انتقل للجونه بس انا اللي اعرفه برضه معلومه ان عندي الجونه مسافر معسكر خارج مصر. تمام. باسم لو فضل مع النادي الاهلي لحد ما يرجع الله اعلم برضه يعني، معلومه ان عندي برضه زي ما عندك الانباء كثيره بتقول ان فعلا باسم انتقل للجونه، كابتن النهارده كان بيصرح بيقول هو خلاص يمكن من خلص الاجراءات او طبق او سنه وقدم الانتقال الى الجونه، دي حقيقه ولكن الجونه خارج مصر فبالتالي هيكمل مع النادي الاهلي لحد ما الجونه طبعا يكون موجود في مصر طبعا باذن الله يرجع بالسلامه معسكره خارجي يعني. ان شاء الله. انا بشكرك يا شريف، شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات الخاصه ببعض لاعبي النادي الاهلي وكمان اخر اخبار المران في هذه اللحظات اللي ابتدى في تمام الساعه الخامسه مساء. نرجع نشوف الاخبار اتكتبت على الاهلي في المواقع ايه، نبتدي بسوبر كوره واللي بتتكلم عن الاهلي بيواصل استعداداته وتدريباته لمباراه كانو سبورت بطل غينيا بدوري ابطال افريقيا، الاستعدادات هتبقى متواصله على مدار الايام المقبله، وزي ما قال شريف كده بكره هيبقى في اجازه وبعديها الفريق استأنف من يوم السبت استعداداته بشكل قوي كالعاده للمرحله المقبله باذن الله. بالتالي كوره بتقول ان كانو سبورت يحدد موعد مباراته مع الاهلي، خلاص تم تحديد الموعد طبقا ايضا لتصريحات الكابتن سيد عبد الحفيظ اليوم ان 14 سبتمبر هو موعد مباراه الاهلي وكانو سبورت، وان شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه في مجموعه المباراتين باذن الله، يعني مباراه الذهاب هتكون مهمه طبعا. موقع الكابتن بيقول ان لجنه التخطيط توافق على معسكر اعداد جديد للاهلي،
الموضوع ده لسه ما تمش البت فيه بشكل نهائي، ما فيش قرار نهائي او رسمي بخصوص موضوع ان يبقى في معسكر اعداد جديد. ده برضه هيترتب على موعد انطلاق الدوري الجديد. عارفين المفروض الدوري هيبتدي يوم 19، لكن وارد زي ما متعودين في الدوري المصري ان يتم اي تاجيلات خاصه ببدايه انطلاق المسابقه، خصوصا ان البعض قال لك النهارده يعني سمعنا الكلام ده ان عشان نطبق تقنيه الفار فاحنا ناجل الدوري شهر عشان نحاول نستعين بالفار مع بدايه الدوري، وده هيبقى صعب طبعا. فاعتقد ان الاتجاه ده مستبعد، لكن انت ما تضمنش حاجه في الكره المصريه في الحقيقه يعني. لكن في كل الاحوال الكلام ده سابق لاوانه طبقا لموقع الكابتن، يعني بيقولوا ان هم تم استقرار خلاص او تم الموافقه على معسكر اعداد جديد للاهلي. ده لما يجي المدير الفني الجديد هيتم الوقوف على كل هذه الامور. يعني اليوم السابع، القيع يبدا جولة مفاوضات خارجية مع المهاجم الأفريقي اليوم. ما عنديش تعليق في الحقيقة على الخبر ده يعني، لكن أعتقد النهاردة في برنامج ملك وكتابة بالليل صح؟ طيب يعني مش عارف، هنشوف الموضوع ده. أنتوا عارفين دايماً النادي الأهلي بيبقى عنده سرية. البعض يقول لك يعني أنتوا ليه بتبقوا فرحانين بموضوع السرية؟ لا، ده شيء كويس، ده شيء إيجابي جداً. أنت ما بتبقاش عارف الأهلي بيجيب مدير فني مين، ما بتبقاش عارف أصلاً الأهلي بيفاوض حد او لعيب جديد يجي ولا لا، كلها امور انت ما بتبقاش عارف. المفاوضات دايما بتبقى عايزه سريه عشان تنجح، عشان تنجح. لما بيتم الحديث على بعض المفاوضات سواء مع مدرب او مع لعيب، ممكن بعض الانديه تخش في هذه المفاوضات. لما يلاقوا نادي بحجم النادي الاهلي مهتم بلعيب مثلا، يبقى ده اكيد لعيب جامد، لا انا اخش احاول اخلص اللعيب ده. لما الاقي الاهلي مهتم بمدرب معين، خلاص اتعرف اسمه بقى، ما هو مفيش سريه مثلا يعني، فيقول لك لا انا اروح في اتجاه المدرب ده طالما الاهلي بيفاوض المدير الفني ده، لا انا اجيبه انا اولى بيه. فالسريه اساس نجاح المفاوضات. فنصبر شويه ان شاء الله باذن الله. ومش شرط يكون الكابتن او يكون مهندس عادل القيعي بيسافر عشان يخلص مهاجم يعني. يعني مش عارفين. ده لو هو مسافر. ما عنديش المعلومه في الحقيقه. نروح لفين؟ فيتو ازارو يعود الى القاهره 11 سبتمبر. طيب. أزارو هيرجع القاهرة إن شاء الله يوم 11، وموجود في القائمة النهائية الخاصة بمنتخب المغرب في الأجندة الدولية. عندهم ماتشين تقريبا، ماتش مع النيجر وماتش مع بوركينا يعني أنا ما أتذكر، يوم 2 ويوم 10 أو يوم 9. فبالتالي الراجل موجود يعني مع وحيد خليلوزيتش المدير الفني الجديد للمنتخب المغربي خلفا لهيرفي ريناردو اللي اختار أزارو أن يكون متواجد في القائمة النهائية. فهيخلص ان شاء الله ويرجع على القاهره باذن الله عشان ضم تدريبات النادي الاهلي. صدى البلد بتقول قبل غلق القيد لعبه القط والفار بين مارسيلو وازارو والاهلي. يعني ما فيش موضوع ازارو خلاص اتكلمنا فيه، موضوع حسين السيد اتكلمنا فيه، ما فيش لعبه قط وفار خالص. يعني الاهلي عارف احتياجاته ايه، عارف اللاعبين المهمين بالنسبه له ايه، مين اللي هيعيدهم مين مش هيعيدهم. ولما بيستقر ان هو مش هيعيد حد، اديكم حضراتكم بتشوفوا لعيب بيخرج اعاره، لعيب بيتم بيعه بشكل نهائي، كلها امور موجوده يعني وطبيعيه، وهي دي سنه الحياه. لكن حسين السيد مكمل وازارو ايضا موجود مع النادي الاهلي. نروح ل 1-3 اللي بتتكلم على باسم علي انضم للجونه رسميا، واتكلمنا في الموضوع ده. الجونه زي ما قال شريف كده موجود بره مصر في معسكر، اعتقد خلصوا معسكر النهارده يعني وهيرجعوا. وباسم بالتالي طبقا للاخبار اللي خرجت ان هو هينضم للجونه على سبيل الاعاره، وهو جدد خلاص امبارح عقده او قبل امبارح مع النادي الاهلي لمده 3 مواسم. البوابه سبورت بتقول رسميا ظهير ايسر الاهلي ينتقل للجونه، ده فعلا خبر رسمي. عمرو السعداوي احد اللاعبين من ابناء النادي الاهلي انتقلوا بشكل نهائي لفريق الجونه. طيب يعني دي كانت اهم وابرز الاخبار اللي اتكلمت على النادي الاهلي سواء في الصحف او في المواقع. هروح لفاصل، بعد الفاصل هنرجع نستضيف الاستاذ محمد الدرديري رئيس القسم الرياضي بوكاله انباء الشرق الاوسط، وعندنا اخبار متعدده لسه هنتكلم فيها وهنستعرضها كمان بخصوص الجانب المحلي والجانب العالمي وتفاصيل اخرى كثيره بخصوص النادي الاهلي هنتكلم فيها ان شاء الله مع ضيفنا العزيز بعد الفاصل. الكره المصريه بتهتم بالملاعب كمان بشكل الملعب بالفاسيلتيز الموجوده في الملاعب. بالظبط. اعتقد ده شيء مهم جدا ان يبقى في متابعه دوريه للملاعب، عايزين نشوف ملاعب على اعلى مستوى زي ما شفناها في كاس الامم الافريقيه الاخيره. نتمنى ان الموضوع ده يكون مستمر على مدار بطوله الدوري والبطولات اللي جايه، شيء مهم جدا. نتمنى استمراريته يعني، ونشوف اللجنه دي هل هتقدر تقوم بدورها الفتره اللي جايه ومراجعه الملاعب قبل انطلاق بطوله الدوري، طبعا ده شيء مهم. طب عايز اروح لسوبر كوره، بتقول ان خماسيه اتحاد الكوره
تتفاوض مع عدد من الشركات لتنظيم الدوري. مع القرار ده شايف ان ده الانسب بدل ما نجيب مثلا حد زي الحاج عامر حسين اللي عمل مجهود كبير السنه اللي فاتت، الاستاذ مازن مرزوق من ضمن المرشحين، هل الانسب اللي يدير المسابقه او لجنه المسابقات بالتحديد تكون من خارج مصر من خلال شركه تنظم المسابقه؟ يمكن هو زي ما حضرتك قلت الحاج عامر حسين عمل مجهودات كبيره السنه اللي فاتت لجنه المسابقات، والموضوع مش سهل زي ما الناس طبعاً متخيله، موضوع صعب جدا. يمكن للاسف ان هي تكون مش لازم تكون شركه اجنبيه، بيكون حد يعني من خارج منظومه الاتحاد. يمكن في لغط كبير الفتره الاخيره وبعض الضغوط برضو الجماهيريه بتحكمها بعد الالوان على شخصيات معينه، يكون الافضل الفتره الجايه تكون لجنه محايده لاداره المسابقات. واهم حاجه مش وجود اللجنه، لا، المهم ان البطوله تنتظم، يبقى ليها موعد للبدايه وللنهايه وجدولها معروف، في تاجيلات كتير في ظروف طارئه يعني. بالظبط، وده الاهم، يكون فعلا موعد انطلاق الدوري معروف، موعد الختام، موعد المباريات التوقفات فيه عشان بطولات افريقيا او عشان المنتخب. اهم حاجه انتظام المسابقه، هو ده الاهم، وان الانديه ما تطالبش بشكل كبير بتاجيل بعض المباريات، لان برضو تاجيل المباريات هو اللي بيخل بانتظام المسابقه. اعتقد ان الفتره اللي جايه هتشهد انتظام لبطوله الدوري، يعني نتمنى ان ده يتحقق. شايف ان ده ممكن يتحقق رغم احتماليه تاجيل مباراه الاهلي والزمالك في السوبر بسبب المشاركات الافريقيه للفرقتين، واحتماليه كمان والاخبار اللي طلعت قالت ان ممكن الدوري يتاجل شويه عشان نشوف موضوع الفار وكلام من ده؟ اكيد، وبرده في كلام يتاجل لسه مباراه الكاس، نهائي الكاس ممكن كمان يتاجل كمان؟ يعني كل ده هيفضل لحد امتى كده؟ احنا نتمنى بقى ان للاسف كمان ما فيش لسه اداره لجنه المسابقات، احنا نصبر على الاداره الجديده، سواء نشوف لو شركه اجنبيه او حد هيدير اللجنه، لازم من اول يوم يضع تصوراته ويحط جدوله بشكل معروف ومعلن. ونتمنى ان الانديه كلها ما تحضرتش على شكل المسابقه على الجدول يعني، وده الاهم ان البطوله تبقى منتظمه. نتمنى. طيب الوطن سبورت بتتكلم على ان الكابتن سمير محمود عثمان رفض منصب النائب مع الكابتن جمال غندور في لجنه الحكام، هل فعلا تم وضع هذا الاختيار امامه قبل اعلان القرار؟ يمكن الكلام ده ما اعلنش بشكل رسمي، بس يعني عن طريق مصادرنا وشغلنا حسينا انه فعلا تعرض، يعني هو قال تعرض عليه هذا المنصب، ولكن هو شايف ان هو كان راجل كان جاي يدير اللجنه، كان رئيس اللجنه، فصعب ان هو يقبل بمنصب الرجل الثاني في اللجنه. يمكن دي رؤيته الشخصيه، تحتمل الصواب وتحتمل الخطا، ولكن في النهايه دي رؤيته الشخصيه. بالفعل تم عرض عليه الموضوع وهو فعلا. طيب شايف ان الرفض ده منطقي من كابتن سمير محمود عثمان صح؟ طبيعي، هو شايف طبعا هو يتعرض عليه انه يمسك اللجنه في وقت حرج وهو وافق. طب ايه الاسباب اللي ادت لعدم اكمال كابتن سمير محمود عثمان مهمته؟ يعني هو ما لحقش بقاله 10 ايام تقريبا يعني. بالظبط، يمكن هي دي توصل عنها يعني هي دي توصل عنها اللجنه اللي بتدير الاتحاد، ولكن ممكن تكون هناك بعض الضغوط من الانديه، تم تعيينه من قبل قبل وجود اللجنه دي. اللجنه جايه عايزه تعمل تجيب شخصيات جديده تماما تدير المنظومه، ممكن دي تكون هي الاسباب، ولكن ما اعتقدش كابتن سمير على المستوى الشخصي في اي حاجه او اي طبعا شيء يعني. طبعا يعني ما لحقش الراجل في الحقيقه. بالظبط، هو ما لحقش. طيب النهارده زي ما حضراتكم عارفين في قرعه دوري ابطال اوروبا، وكمان في الاعلان عن جوائز السنه اللي فاتت من دوري ابطال اوروبا، وكمان جائزه افضل لاعب في اوروبا اللي بتنحصر ما بين الثلاثي كريستيانو رونالدو وميسي كالعاده، وطبعا فان دايك نجم ليفربول. دي القرعه مش باينه قدامي قوي على الشاشه في الحقيقه. المجموعه الاولى مين؟ باريس سان جيرمان، ريال مدريد، كلوب بروج، وجالاتا سراي، مجموعه متوازنه شويه. المجموعه الثانيه بايرن ميونخ، توتنهام، اولمبياكوس، و كيرفانا السربي. المجموعه الثالثه مين؟ مانشستر سيتي موجود، وشاختار دونيتسك، ودينامو زغرب من كرواتيا، واتلانتا الايطالي. المجموعه الرابعه كل من يوفنتوس، اتلتيكو مدريد، بايرن ليفركوزن، ولوكوموتيف موسكو. المجموعه الخامسه فيها ليفربول وده اللي بيهمنا، نابولي، سالزبورغ، وجينك البلجيكي. المجموعه السادسه مجموعه ناريه الواضح في الحقيقه، برشلونه، دورتموند، انتر ميلان، وسلافيا براغا. المجموعه السابعه زينت بنفيكا، ليون، وايضا لايبزيج. تمام، المجموعه الاخيره تشيلسي، اياكس، فالنسيا، وليل الفرنسي. دي المجاميع او دي القرعه اللي اتعملت خلاص
منذ لحظات انتهت بشكل رسمي وأصرت عن هذه المجاميع، 8 مجاميع بتضم عدد من الأندية المميزة طبعا في أوروبا. دوري أبطال أوروبا دايما من أقوى البطولات في العالم. رأيك أو تعليقك على هذه القرعة وأقوى مجموعة، أعتقد أقوى مجموعة اللي فيها برشلونة ودورتموند وإنتر ميلان يعني. أكيد يمكن طبعا هي البطولة الأهم على مستوى الأندية في العالم، كل العالم بينتظر القرعة النهاردة. كانت قرعة لحد ما زي ما قلنا متوازنة في بعض المجموعات، يمكن هي مجموعة برشلونة يمكن هي الأصعب شوية. يعني فيها فرق كبيرة، ليفربول مع نابولي يمكن مع نابولي أو سالزبورغ أبرز وجينك. اعتقد مجموعه ليفربول في المتناول. بالنسبه ليفربول يعني هو ونابولي اكيد هم المرشحين الابرز تاني موسم على التوالي ليفربول ونابولي يقعوا في مجموعه واحده. مثلا فيك كمان باريس سان جيرمان كمان كانت مجموعه صعبه جدا. طيب يعني هنشوف كمان لسه الجوائز هيتم الاعلان عنها، رغم ان تم الاعلان عن بعض الجوائز الخاصه بافضل مهاجم ليونيل ميسي، افضل مدافع فان دايك، افضل لاعب وسط، افضل لاعب وسط ديونج لاعب اياكس، وافضل حارس اليسون حارس ليفربول. طبعا ديونج في برشلونه وانتقل من اياكس يعني، لكن فعلا عمل موسم رائع السنه اللي فاتت في الحقيقه يعني. فهنشوف بقى مين افضل لاعب ما بين ميسي ورونالدو وفان دايك، افضل لاعب في اوروبا اعتقد فان دايك اقرب. اكيد اقرب يعني، مستوى كان رائع الموسم اللي فات، حقق دوري الابطال مع ليفربول وده اللي خلاه متواجد ضمن الثلاثه الابرز للترشح، اعتقد هو الاقرب منهم من اللاعبين دول يحقق اللقب يعني. تمام. طيب خلينا نروح لبعض الاخبار العالميه واللي بتخص بعض المحترفين في الخارج، بالتحديد فيما يتعلق بمحمد النني نجم منتخبنا الوطني ولاعب ارسنال، وخلاص هيرحل عن ارسنال يعني، ده الافيد له والاحسن له. فبالتالي في صراع تركي، جالاتا ساراي خرج تقريبا من هذا الصراع، لكن موضوع ما بين فنربخشة وبيشكتاش، واعتقد ان هو قاب قوسين او ادنى من الانضمام لبيشكتاش. يعني بتشوف انضمامه للدوري التركي في حد ذاته ازاي؟ يمكن هو الفترة الأخيرة فعلا كان بعيد عن المشاركة مع أرسنال، وأنا شايف إن القرار الأفضل ليه من فترة إنه كان يترك النادي ويشوف تجربة جديدة عشان يبقى مشارك بشكل أساسي، يكون متواجد. مستوى أكيد هيختلف لما يكون بيلعب بشكل أساسي، حتى مع منتخب مصر هيبقى مختلف لما يكون بيلعب بشكل أساسي وبيبقى على طول على قائمة الاحتياط أو خارج القائمة يعني. اتمنى تكون تجربه مفيده ليه، يستفاد منها ويرجع للمستوى المعروف، وممكن عن طريق التجربه دي تبقى محطه ليه برضه انه يروح من النادي اكبر في اوروبا. اكيد كان الافضل بالنسبه له قبل فتره القيد او فتره الانتقالات في انجلترا تقفل قبل بدايه الموسم، كان الافضل ان هو يروح لنادي في انجلترا، ولا هو كان مستني ايه مش عارف، فبالتالي هيروح لنادي خارج انجلترا طبعا لان خلاص فتره الانتقالات قفلت في انجلترا. بصراحه انا كنت افضل انه يكون موجود برضه في الدوري الانجليزي، اكيد افضل له يعني. الدوري الاقوى في العالم طبعًا. اي نادي فيه اكيد هيبقى احسن من الدوري التركي بالظبط. يمكن هو ضايع الفرصه، ممكن اتاخر شويه. كان منتظر ايه؟ كان متوقع انه ممكن يوناي امري يلعبه يعني، مش عارف، يمكن دي علامه استفهام يعني. هو كان واضح انه امري مش هيعتمد عليه من الموسم اللي فات والحاضر يعني، هيعتمد على الفتره الاخيره حتى قالها بالظبط يعني. توريرا سيبايوس كمان جاب ريال مدريد لاعب مميز جدا يعني. اكيد حتى هو في الفتره الاخيره امري قال كده انه مش هيعتمد عليه في الفتره الجايه، والافضل له انه يكون يشوف نادي ثاني. مدافع. كنت اتمنى انه يكون فعلا موجود في الدوري الانجليزي، ولكن في النهايه يمكن تاخيره في اتخاذ القرار هو اللي خلاه يروح الدوري التركي في حاله اتمام الصفقه يعني. طيب في الجول بتتكلم عن تريزيجيه، ان مدرب استون فيلا بيشيد بمستوى تريزيجيه، بيقول ان هو في تحسن، وبيتكلم على ان هو شافه في مصر ابهره يعني من متابعه اكيد الدوري الانجليزي. بتشوف مستوى تريزيجيه في اول 3 مباريات ازاي، ولسه عنده مباراه اعتقد بعد بكره؟ يمكن تريزيجيه ظهر بشكل كويس، انا شايف ان هو بدايه مبشره ليه، خاصه انه يعني لسه حديث العهد بالدوري الانجليزي، اللعب فيه غير اكيد الاجواء في اي دوري اخر. اتمنى انه الفتره اللي جايه يستمر على المستوى ده، واكيد مستواه مع الاستمراريه ومع اللعب هيختلف وهيبقى احسن بشكل كتير. يمكن هو اول مباراتين او اول 3 مباريات يعني ما كانش النتائج الفرقه ما كانش على المستوى، لكن اتمنى لسه ده بدايه الموسم والدوري الانجليزي ما فيش فريق كبير وفريق صغير، اتمنى ان هو الفتره اللي جايه يستمر واكيد مستواه هيرتفع المباراه الاخرى يعني. طيب نروح لسكاي نيوز عربيه اللي بتقول ان، او تصريح من خلال كلوب بيقول ان جنون دوري الابطال يصعب مهمه ليفربول. شايف مهمه ليفربول ازاي خصوصا بعد القرعه دي، بخلاف القرعه بقى المنافسه على البطوله نفسها ازاي بعد هم طبعا فازوا بالبطوله الموسم اللي فات، هل ممكن يفضلوا ينافسوا على البطوله ويوصلوا للنهائي السنه دي؟
احنا نتمنى طبعا بحكم وجود محمد صلاح طبعاً. كل الجماهير المصريه بتشجع ليفربول، نتمنى انه يكون مستمر. اعتقد بس ان اكيد طبعا كل سنه بتختلف عن الثانيه، الفرق في اوروبا بتستخدم لعيبه كتير، كله بيبقى مهتم بالبطوله دي. هيبقى المنافسه شرسه السنه دي واصعب من الموسم اللي فات. هتبقى في صعوبه كبيره على ليفربول للتتويج للمره الثانيه على التوالي، بس احنا نتمنى طبعا ان هم ينافسوا بقوه ويكونوا موجودين في النهائي السنه الثالثه بقى تبقى لتون. طيب عايز اسالك سؤال اخر، وهو فيما يتعلق بريال مدريد وبرشلونه والمنافسه على بطوله الدوري الاسباني وعلى تشامبيونز ليج هذا الموسم، في ظل الصفقات اللي ابرمتها برشلونه او اللي ابرمها برشلونه، واخرهم خلاص قرب نيمار يروح برشلونه، وريال مدريد متاخرين شويه في بعض الصفقات، جابوا لاعبين يوفيتش مثلا لاعب كويس من هجوم بس برده مش قوي قوي، جايب بعض اللاعبين اللي هيخرجوا اعاره. بتشوف ازاي سوق الانتقالات بالنسبه للفرقتين دول ومنافستهم على البطولات خلال الموسم الجديد؟ يمكن زي ما حضرتك قلت برشلونه ابرم صفقات كتيره، وخلاص نيمار اقترب خلال ساعات الانتقال رسميا للبارسا. برضه ريال مدريد جاب كم صفقه، ولكن كانت جماهيره بتتمنى عدد اكبر من الصفقات الفتره اللي جايه. برضه المنافسه هتبقى قويه بين الاثنين. يمكن شفنا اول مباراه لبرشلونه تعثر شويه في الدوري، ولكن جه برضه الناس قالت ريال مدريد خلاص هياخدوا الدوري مرتاح، هيبقى فرق كبير مع برشلونه، ولكن برضه جه ريال مدريد في ثاني مباراه وعلى ارضه تم اتعادل. صعب ان احنا نتكهن من دلوقتي ببطل الدوري الاسباني، لسه بدري. طبعا لسه بدري الموسم، ولكن اعتقد ان المنافسه لكن في معطيات يعني المنافسه اكيد يعني. المنافسه هتبقى قويه، وبرشلونه اكيد بالصفقات اللي عملها هيواصل مستواه المعروف في البطوله السنه. طب تخيل برشلونه بنيمار لو راح، يعني لو راح ان شاء الله ما يروحش لو راح برشلونه، ان سواريز مهاجم وتحتيه ميسي وجريزمان ونيمار، الموضوع هيبقى صعب قوي على اي دفاع يعني في الحقيقه، هجوم ناري يعني، صعب على اي دفاع ان هو يتم ايقاف الرباعي الخطير ده. اعتقد ان زي ما قلت برشلونه داخل زي ما قلت بتقول الموسم ده، عايز فرحه جمهور برشلونه بصراحه، بس عايز ينهي على او ياخد كل الصفقات كل البطولات اللي هينافس عليها السنه دي. طيب خلينا نتكلم بخصوص النادي الاهلي بقى شويه، وده الشيء الاهم في الحقيقه. نبتدي بملف المدرب. الكلام كتير جدا خلال الفتره الحاليه، وده شيء طبيعي ومنطقي، على اسماء مختلفه وجنسيات مختلفه هتمسك تدريب او هتتولى تدريب النادي الاهلي. بتشوف في الملف ده ازاي، ورايك ايه في السريه التامه اللي بتحيط هذا الملف داخل القلعه الحمراء، بالتالي الاعلام عمال يتكهن مش عارف مين المدير الفني اللي هيجي؟ يمكن دي افضل حاجه تمت في الفتره الاخيره، السريه الشديده على اسم المدير الفني. يمكن ده لينا كصحافه خلق نوع من التكهنات الكتير، وبتلاقي اسماء كتير كل يوم، اسماء جديده، صفقه تمت، لا اقترب، لا ابتعد. اكيد ده يعني يمكن دي تحسب لاداره النادي الاهلي ان في سريه تامه، حاجه تحسب للاداره اكيد طبعا، عشان ده بيدي نوع من مرونه في التفاوض، ما يبقاش في اي عوامل خارجيه تؤثر على حاله التفاوض لحين نجاح المفاوضات. اكيد جماهير النادي الاهلي عندها ثقة ان في النهاية هيجي مدير فني على ثقة كبيرة وعنده القدرة انه يقود النادي في الفترة اللي جاية. اكيد الإدارة مش هتبخل سواء ماديا او معنويا على المدير الفني طبعا. الفترة اللي جاية بس احنا كجماهير النادي الأهلي نتمنى انه اقرب وقت الفتره اللي جايه يتم الاعلان عن المدير الفني، عشان يبدا يشتغل ويبدا يجي يشوف الفريق على الطبيعه ويبدا ينفذ خططه وطريقه لعبه. الفتره الجايه نتمنى في اقرب وقت ان شاء الله يتم الاعلان عن المدير الفني. السمات اللي لازم تميز المدير الفني الجديد للنادي الاهلي من وجهه نظرك ايه؟ يعني اكيد طبعا لازم يكون في اكتر من ميزه. رقم واحد الشخصيه القويه، يكون عنده مرونه تكتيكيه وعنده فكر، بيلعب بطريقه مش هنقول هجوميه او دفاعيه ولكن بطريقه متوازنه، بيعرف قدرات لاعبي النادي الاهلي، عنده درايه بيهم، عشان كده هنقول لما يجي بدري يعرف يدرس اللاعبين ويبقى عارف مين قدرات كل لاعب. اكيد اهم حاجه رقم واحد الشخصيه القويه والمرونه التكتيكيه. اعتقد ان ده برضو دي من شروط لجنه التخطيط، ان هي دي من اهم شرطين، وان يكون طبعا عنده سي في كويس، يكون عنده نتائج كويسه على درايه بالكره الافريقيه. الاهم السي في ولا الشخصيه؟ لا الاهم يعني صعب شويه، يعني صعب ان انت تختار بين الاثنين، ولكن لو في مدرب بيجمع بين الاثنين ده شيء جميل جدا. هو البعض بيربط برضو تجربه مستر مانويل جوزيه مع النادي الاهلي، ان هو مدرب ما كانش عنده سي في، بنى السي في بتاعه كله مع النادي الاهلي في الحقيقه، وسي في تاريخي طبعا ما نقدرش كلنا ننساه، لكن في نفس الوقت كان بيمتلك الشخصيه القويه والحسم كمان في القرارات. صحيح. وده مهم جدا، خاصه النادي الاهلي طبعا فريق كبير، نادي القرن الافريقي بيعج بالنجوم،
اعتقد ان لما يبقى شخصيه المدير الفني قويه ويعرف يتحكم في اللاعبين كويس، يعرف يطبق طريقه لعبه كويس، وده شيء مهم جدا. طيب من ضمن الاخبار اللي بتتقال عن النادي الاهلي، بس قبل ما اتكلم على بعض هذه الاخبار عايز اتكلم على استعدادات الفريق لمباراه فريق كانو سبورت في دور 32 من بطوله دوري ابطال افريقيا. بتشوف الاستعدادات ازاي ومدى اهميتها ومدى اهميه هذه المباراه بالتحديد في ظل ان شاء الله باذن الله هيكون متواجد جهاز فني جديد للنادي الاهلي؟ اكيد طبعا مباراه مهمه جدا للنادي الاهلي، اي مباراه في بطوله افريقيا مهمه بغض النظر عن اسم الفريق اللي هيلعبه النادي الاهلي. يمكن الفريق مش من الاسماء الكبيره في القاره الافريقيه، ولكن اعتقد ان المباراه مهمه لازم تؤخذ على محمل الجد. الذهاب هيكون بره مصر، ويمكن دي فرصه ان العوده هتكون على ارضنا. حتى لو الفريق انت مجهول بالنسبه لك، اعتقد ان انت لما تروح تلعبه على ارضه هتكون عرفت نقاط القوه والضعف من قبل ما تروح، وكمان هتقترب من الفريق اكتر لما مباراه الذهاب على ارض خارج ارضك. لما ترجع بقى في مباراه العوده ان شاء الله انت تكون محقق نتيجه ايجابيه هناك، تسهل عليك المهمه هنا. اعتقد كل مباراه بيلعبها النادي الاهلي في افريقيا مباراه مهمه، خاصه في اصرار انا شايف السنه دي ان النادي الاهلي حقق البطوله. والله هو الاصرار موجود كل سنه، بس في نفس الوقت اكيد بيبقى فيه عوامل، في عوامل كتير صعبه. يعني السنه فاتت كان في مباريات ضغط، مباريات كبير جدا، اصابات كتيره جدا في صفوف النادي الاهلي، عدم تنظيم المسابقه المحليه اثرت افريقيا، لان انت كنت بتلعب كل 48 ساعه ماتش محلي وماتش افريقي، فدي عوامل اكيد اثرت على النادي الاهلي، وعدم التوفيق اكيد ابرز العوامل برضه اللي حالفت النادي الاهلي. ان شاء الله يكون موفق هذا الموسم في حصد اغلى بطوله للجماهير الاهليه بطوله دوري ابطال افريقيا. لكن في نفس الاطار او في نفس الكلام، في الحقيقه البعض بيتكلم على بعض اللاعبين داخل النادي الاهلي، ازارو، اجايه، صلاح جمعه مؤخرا، ما اعرفش بكره ممكن يتم الحديث عن لاعب اخر داخل النادي الاهلي. يعني بتشوف الاحاديث دي ازاي؟ يمكن زي ما قلت النادي الاهلي كله نجوم، لازم يكون هو تحت الضوء. يمكن كلام كتير، ازارو ماشي، ازارو موجود، جاله عروض، لا الاهلي اللي بيسوقه، ايه هيمشي، اجيما موجود، يعني برضو كل دي كلام. صالح جمعه والسهر يمكن كلام مرسل، انطباع متاخد على صالح. هو بالظبط يعني صالح لو هو خارج مش هيتخلص منه، هو للاسف يعني حتى لو الكلام مش حقيقي، فاهم؟ بالظبط اكيد الكلام بيكون مش حقيقه. وبعدين هو زيه زي اي شاب عادي، يعني ممكن يكون معزوم في مكان بتاع، يعني مش لازم يكون سهران يعني. فللاسف يعني هو لما ممكن تكون الساعه 9 مثلا 10 بالليل يقول لك ده صراحه كان سهران يعني. بالظبط، فهي انطباعات بتبقى موجوده للاسف. بس اعتقد ان الرد على الكلام ده بيكون في الملعب يعني. وصالح شفناه في الفتره الاخيره ما شاء الله جدا، وعامل مجهود كويس مع الفريق وحاجه مميزه، سواء في التدريبات او في المباريات كمان، مستواه في المباريات مختلف يعني. شايفينه ان احنا ما شاء الله في نص الملعب، لا يعني رجع اثبت نفسه، وان شاء الله لسه قدامه كتير كمان الفتره الجايه انه يكمل في المستوى ده. عايز اتكلم على التحديد بالتحديد يعني على نص الملعب. انت بمناسبه صالح الجمعه بتشوف القائمه كلها ازاي، وبالتحديد هذا المركز في تواجد عدد كبير من اللاعبين المميزين؟ يعني اكيد يمكن خط عوده محمد محمود كمان بالظبط، يعني خط نص النادي الاهلي السنه دي ما شاء الله كريم ندفت كمان شويه، لعيبة كتير متميزة موجودة في دي، هيخلق نوع من المنافسة الكبيرة بين اللعيبة وبينهم بين بعض عشان ياخدوا يحجزوا مكانهم الأساسي في القائمة. يمكن ده شيء إيجابي لفريق النادي الأهلي. يمكن في بعض السنين اللي فاتت كنا شفنا ان في حالة نقص في المكان ده يمكن في النادي الأهلي، أعتقد انه لا السنة دي في قائمة محترمة، عدد كبير من اللاعبين في المكان ده سواء خط نص المهاجم أو المدافع. ويمكن ده مكان مهم جدا ان هو يعني رمانة الميزان لاي فريق. اعتقد ان دي شيء ايجابي وشيء كويس، النادي الاهلي يبقى في عدد كبير من اللعيبه دي تخلق نوع من المنافسه. والاكيد الافضل هيكون هو الاساسي. زي ما جريده الجمهوريه النهارده اتكلمت في الحقيقه على جانب ايجابي قوي في النادي الاهلي، وبتقول ان ثلاث نجوم في كل مركز جاهزين للموسم الجديد، وهيكونوا تحدي بالنسبه للمدرب المنتظر. دي حقيقه اكيد، ده اللي عنده عدد اكيد كويس. عنده بدائل كتير، عنده قائمه محترمه، عنده بدائل كتير في كل مركز، وده شيء كويس. كان من ساعات النادي الاهلي بيتعرض كده في بدايه الموسم لسوء حظ واصابات وكده، اعتقد ان شاء الله ما يتكررش الكلام ده الموسم ده، ويبقى في البدائل دي تخلق زي ما قلت نوع من المنافسه بين اللاعبين وبين بعضهم، عشان كل واحد يبقى هو عايز يبقى الاساسي في الفريق. طيب في خبر معايا من جريده الشروق مهم قوي خلال هذه اللحظات، عايز اقراه عليك وعلى كل مشاهدينا. قضت محكمه القاهره بتغريم عيسى حياته رئيس الاتحاد الافريقي السابق لكره القدم كاف، وهشام العمراني سكرتير عام الاتحاد السابق باجمالي غرامات 1,000,000,000 جنيه، وذلك لقيامهما بمخالفه قانون حمايه المنافسه
المصري رقم 3 لسنة 2005 من حيث إساءة استخدام وضع الاتحاد المسيطر في أسلوب نظام منح حقوق البث المتعلقة ببطولات كرة القدم والذي يملك وحده حق استغلاله التجاري. بتشوف خبر زي ده إزاي وحكم زي ده إزاي؟ يمكن هو احنا بقالنا كتير بنسمع عن القضية دي بخصوص بيع حقوق البث لشركة فرنسية وهي بالتالي بتبيعها حصري لبعض القنوات الإقليمية يعني. يمكن دي محكمة مصرية لسه عايزين نشوف آلية تطبيق هذا القرار وهذه الغرامة، خاصة بالموضوع من بعض الأحكام دي بتعمل لغط وبتسبب مشاكل مع الاتحاد الأفريقي. هو شايف ان هو هنا في مصر مؤسسة دولية لا يخضع للقانون المصري وبالتالي ممكن ما بيعترفش ببعض الأحكام دي. دي أزمة هنواجهها الفترة اللي جاية. وعايزين نشوف آلية تطبيق هذه الأحكام والغرامات على الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وهل سيرضخ في النهاية لهذه الغرامات أم يرفض دفعها. فان دايك يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا زي ما توقعنا، يستحقها أكيد طبعا. مستوى ثابت، تألق سواء في مركزه كمدافع حتى لما بيخرج في الكرات العرضية، هداف بيعرف يتعامل بيجيب أهداف برأسه، يستحق طبعا اللقب ده. كان مستوى ثابت الموسم اللي فات وكان متألق مع ليفربول، وتتويج دوري الأبطال ده شيء مهم جدا طبعا. هو جاب دوري أبطال أوروبا وجاب السوبر الاوروبي اكيد، وكمان وصل لنهائي الدوري الاوروبي مع منتخبه دوري الامم الاوروبيه وخسر من البرتغال. فاعتقد كل دي عوامل، وساهم كمان في وصول ليفربول المركز الثاني في بطوله الدوري، فرق نقطه بس 97 نقطه و98 نقطه لمانشستر سيتي. فكل دي انجازات في الحقيقه، وكان مؤثر بشكل كبير. اكيد طبعا كنا نتمنى صلاح يكون موجود في الحقيقه. اكيد يعني كنا نتمنى، بس يمكن ان شاء الله السنه الجايه صلاح يكون متوقع موجود. صلاح السنه دي يتالق مع ليفربول اكيد. انا شايف ان هو يمكن بيبدا هو نفس البدايه بتاعته في كل موسم، بعد كده ثلاث مباريات بالظبط، وبعد كده هينطلق ان شاء الله. نتمنى ان هو يستمر على المستوى ده ويكون الكره الذهبيه ان شاء الله نتمنى تكون. نتمنى طبعا. نسبه الدوري الانجليزي شايف المنافسه منحصره ما بين مانشستر سيتي وليفربول فقط، ولا ممكن حد يدخل معاهم في المنافسه؟ يمكن الدوري الانجليزي صعب التكهن بيه برضه مهما كان يعني. هم طبعا هم دول الاثنين مرشح الابرز، يعني هم دول فعلا هم المرشح الابرز. نتائجهم السنه دي في منافسه قويه بين الاثنين، بس اتوقع برضه لسه الموسم طويل واحنا لسه في بدايته، ممكن بعض الانديه تدخل شويه تنافس معاهم في المربع الذهبي، ولكن يمكن هم دول الاثنين الابرز لحصد اللقب الموسم ده. المنافسة على لقب الهداف، ستيرلينج 5 أهداف، بوكي لاعب نوريتش سيتي 5 أهداف، صلاح 3. بتشوف المنافسة على الهداف هل بتبان بدري كده؟ لسه هاري كين جايب جونين بس تقريبا في أول مباراة يعني لحد دلوقتي، فشايف إن هتفضل منافسة ما بين الثلاثي ده ولا لسه بدري على الموضوع؟ لا أنا شايف برضه لسه بدري يعني. هم يعني قدروا في البداية يسجلوا عدد كبير من الأهداف، بس برضه الدوري الإنجليزي لسه مشواره طويل، في مباريات، في إصابات، لسه في أعتقد إن في لعيبة ممكن تدخل تنافس على لقب الهداف ثانيه. نتمنى برضو ان محمد صلاح اجويرو كمان جايب 4 أهداف دلوقتي لحد الان او 3. نتمنى ان شاء الله استمراريه منافسه صلاح على لقب الهداف لاخر نفس، وان شاء الله نتمنى انه يحققها كمان السنه دي. سنتوقع ستيرلينج في الحقيقه، ما بيهزرش ستيرلينج. هو مركز، ومن احد اهدافه اللي هو اعلن عنها السنه دي ان هو ياخد هداف الدوري. لكن اتمنى طبعا كل التوفيق لنجمنا المصري محمد صلاح، وكمان لتريزيجيه ان شاء الله، او هو ابتدى بدايه كويسه بس ان شاء الله يوصل على هذا المنوال. عايز اروح لنتائج مصر في دوره الالعاب الافريقيه بالمغرب، وميداليات عديده لحد امبارح بالليل 179 ميداليه، حاجه كبيره، ونتصدر طبعا الترتيب 59 ميداليه ذهبيه، 74 ميداليه فضيه، و46 ميداليه برونزيه. بتشوف هذه الانجازات الخاصه بمختلف الالعاب المصريه هناك في دوره الالعاب، بتشوفها ازاي؟ اكيد انجازات كبيره بتحسب للرياضه المصريه، يمكن رياضتنا الافريقيه فرق كبير من الميداليات مع جنوب افريقيا اللي بتنافسنا يعني على الصداره، ولكن احنا فارقين بشكل كبير. ده اعداد كويس وتاهيل لعدد كبير من اللاعبين لدوره الالعاب الاولمبيه، اعتقد ان ده شيء مهم جدا للرياضه المصريه. نتمنى استمراريته، ونتمنى الرياضه دي كمان تستمر في بطولات البحر المتوسط وبطولات العالم استعدادا للاولمبياد. يمكن المنافسه في افريقيا يعني يمكن بتبقى بين مصر وجنوب افريقيا ودول شمال افريقيا بشكل كبير. الدول يعني هي جنوب افريقيا بس هي اللي يمكن بتنافس بشكل قوي من دول القاره السمراء،
اعتقد ان نتمنى الاستمراريه دي، والمنافسه مش تبقى في افريقيا بس، لا في بطولات البحر المتوسط، في بطولات العالم، واستعداد تبقى كويس للاولمبياد اللي جايه. النهارده ساره سمير جابت لنا بصراحه 3 ذهب ما شاء الله عليها، بطله من بطلات مصر الاولمبيه، بطله اولمبيه كمان. اكيد طبعا واخده 3 ميداليات ذهب النهارده، انجاز هي بتواصل انجازاتها يعني، وبتقول ان هذا استعداد ليها للاولمبياد اللي جايه، وبتكون بروفات للاولمبياد اللي هي البطوله الاهم اللي هي كل العالم بيستنى نتائج مصر في الاولمبياد. ان شاء الله مصر ان شاء الله تحقق اكتر من ميداليه في الاولمبياد اللي قادمه. احنا ما شاء الله لحد دلوقتي النهارده في ميداليات كتير جدا يعني، كمان اخرهم من ذهبيه الملاكمه يسري حافظ جاب لنا الذهبيه، منتخب السيدات للمبارزه فازوا بالذهبيه ايضا. النهارده ميداليات اكتر من ميداليات ذهبيه، في ملاكمه شغاله حاليا في الوقت الحالي، في رفع اثقال كان الصبح، يعني في حاجات كتير ان شاء الله. اشمعنى كره القدم هي الدنيا بايظه فيها شويه في مصر كده من وجهه نظرك يعني؟ يعني احنا ما شاء الله بنشوف كل الالعاب اهي، يعني اليد جابوا لنا برونزيه الشباب، والناشئين جابوا لنا كاس العالم لليد، وعندك الطايره ما شاء الله ماشيين كويس هناك في تونس في كاس العالم 19 سنه، وصلوا قبلنا هيلعبوا ايطاليا النهارده الساعه كام؟ الساعه 8 تقريبا، 8 فلا في انجازات في مختلف الالعاب. اشمعنى الكوره؟ يمكن زي ما قلنا، يمكن ده الغياب التخطيط السليم، غياب التخطيط اكيد. اكيد انت لو عندك تخطيط سليم وعندك مسابقه منتظمه اكيد هتفرق في مستوى اللعيبه، وبتفرق في مستوى شكل المسابقه اكيد. يعني رقم واحد التخطيط السليم وانتظام المسابقات. منتخب مصر لكره الطايره تحت 19 عام عندهم طبعا مونديال في تونس، وحتى الان محققين انجاز كبير ان هم وصلوا للنهائي زي ما قلنا، هيلعبوا ايطاليا الساعه 8. بتشوف المباراه دي ازاي، وخصوصا ان هم منتخب واضح ان هو منتخب قوي، منتخبنا المصري في مواجهه منتخب قوي جدا المنتخب الايطالي في الحقيقه؟ اكيد يعني ايطاليا على مستوى الفولي وكره الطايره من المنتخبات الابطال العالم، مباراه صعبه جدا على منتخب مصر. نتمنى النتائج الايجابيه اللي حصلت من اول البطوله تستمر في مباراه النهارده، ويبقى انجاز تاريخي انهم يتاهلوا لنهائي المونديال. نتمنى كل الدعم والمسانده ليهم النهارده ان شاء الله، ولو ما وفقوش اعتقد برضو انها تبقى يعني ده شيء كويس، ومجرد التاهل للمربع الذهبي والمنافسه على اول مراكز اربعه اعتقد ده شيء ايجابي وشيء جيد جدا لكره الطايره المصريه. في المقابل كره اليد عندهم مباراه النهارده الساعه 7 مع انجولا، او هي ابتدت خلاص، ابتدت الساعه 7 مع انجولا في نهائي دوره الالعاب الافريقيه. ان شاء الله يجيبوا لنا ذهبيه جديده باذن الله، متوقع ان شاء الله. اكيد ان شاء الله متوقع. كم النتيجه يا جماعه اللي بتقولوا لي؟ لا اعتقد يعني ان شاء الله متوقعين ان شاء الله يجيبوا النهارده الميداليه الذهبيه. انجولا برضو من الفرق القويه في الهاندبول في القاره الافريقيه، بس اعتقد ان احنا ان شاء الله بالنتائج اللي حققناها فتره اخيره في كره اليد المصريه وبطولات العالم اللي احنا بننافس فيها وبطوله العالم للشباب اللي احرزناها، اعتقد ان هيكون لينا كعب عالي عليهم ان شاء الله. متفائل بالرياضه المصريه خلال الفتره الجايه في ظل اهتمام معالي او طبعا فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي والوزاره كلها وكل جهات الدوله بالرياضه المصريه بشكل عام؟ اكيد يعني في اهتمام كبير الفتره الاخيره والفتره اللي جايه، والاستعداد كبير للاولمبياد ان احنا نحقق بقى الحلم الاكبر، تحقيق ميداليات لمصر في دوره الالعاب الاولمبيه في طوكيو. اعتقد ان النتائج هي اللي بتتكلم يعني اكتر من احنا كلنا طبعا متفائلين، بس شايف النتائج ما شاء الله في حتى في على مستوى الالعاب الجماعيه والالعاب الفرديه، لا في تغير كبير، في انجازات بتحصل.